لنبحر معا في رحلة إلى الماضي، نستذكر فيها تفاصيل مسيرتنا الأسطورية في سلطنة عمان. تعود بداية هذه المسيرة إلى زيارة قام بها مبعوث البنك الإمبراطوري الإيراني إلى مدينة صلالة لمقابلة السلطان سعيد بن تيمور لمناقشة مقترح افتتاح بنك في البلاد. وفي 10 يوليو 1948 تم التوقيع على اتفاقية تاريخية بين كل من السلطان سعيد بن تيمور والبنك الإمبراطوري الإيراني، والتي نتج عنها إشهار أول بنك في عمان. ومع تسارع النمو الاقتصادي بعد اكتشاف النفط في عام 1962، قمنا بتوسيع شبكة فروعنا في البلاد، موفرين بذلك خدماتنا المصرفية في مختلف مناطق السلطنة. لم تكن هناك عملة رسمية موحدة للبلاد، عملة ماريا تيريزا تايلور والروبية الهندية كانتا العملتان المستخدمتان في ذلك الوقت. ومع الازدهار الاقتصادي أراد السلطان سعيد بن تيمور أن تكون هناك عملة خاصة بالبلاد، فتم تكليف البنك البريطاني للشرق الأوسط بمهمة إصدار العملة الجديدة. وبمساعدة قوات السلطان المسلحة بشر البنك مهمة إصدار وتوزيع العملة الرسمية الجديدة، وهي الريال السعيدي. وفي 23 يوليو 1970 تولى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد. أيها الشعب، سأعمل بأسرع ما يمكن لجعلكم تعيشون سعداء لمستقبل أفضل، وعلى كل واحد منكم المساعدة في هذا الواجب. وتم في وقت لاحق تدشين العملة الرسمية الجديدة، وهي الريال العماني. ومع النمو والازدهار الذي شهدته السلطنة في كافة المجالات، واكب البنك هذا التطور من خلال توسعة شبكة فروعه في السلطنة، وتم افتتاح فرعنا الرئيسي الجديد بمنطقة بيت الفلج، والتي كانت وما زالت مركزاً تجارياً واقتصادياً نشطاً في مسقط. On the 16th of October, the British Bank of the Middle East opened its new headquarters building in Oman. ومع رقي الآمال باقتصاد النشط، ارتقينا بأعمالنا ليكون لنا شرف تدشين أول جهاز صراف آلي في السلطنة، كما أننا كنا أول بنك يطبق نظام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. ومواكبة لزخم النمو، شهد عام 2012 اندماجنا مع بنك عمان الدولي، معلنين بذلك ولادة بنك HSBC عمان. ومع تنامي أعمالنا المصرفية في السلطنة، استطعنا أن نقدم الدعم لعدد من المشروعات الاستراتيجية، وتمكننا من أن نصبح جزءاً لا يتجزأ من المجتمع من خلال دعم المبادرات المحلية المتعددة، ومن أبرزها رعاية بحث استدامة حصاد شجرة اللبان في محافظة ظفار، ومبادرة إزالة شباك الصيد في قاع البحر بجزر الدمانيات. كما أننا نقوم بدعم الباحثين عن عمل عبر برامج مختلفة لتعزيز مهاراتهم وفرص حصولهم على الوظائف. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتزويد المستشفيات بالمكتبات المتنقلة لغرس حب القراءة بين الأطفال. كما أننا نشجع موظفينا على التطوع، ففي الأربع سنوات الماضية تطوع موظفينا بأكثر من 6000 ساعة في المشروعات المجتمعية. وضمن إطار التزامنا الدائم بمسيرة التعمين ودعم وتطوير الكوادر العمانية، بلغت نسبة التعمين في البنك أكثر من 93% بحلول العام 2018. وبنفس العزيمة والإصرار نتطلع إلى العمل يدا بيد لمزيد من الازدهار خلال السنوات القادمة.